محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن وحدة حياة كريمة أعلنت أنه تم الانتهاء من 14 مشروع منها بنسبة 100% وبدء التشغيل التجريبي لها، وبتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات ومحطة رفع الصرف الصحي ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة، ومشروعات رفع كفاءة محطة مياه الشرب بالرتاج وتطوير محطة قطار الطناب، بالإضافة لمشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ومياه الشرب، وأيضاً تطوير عدد من مدارس التعليم الأساسي. أعلنت محافظة المنوفية تنظيم 38 فعالية من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بمختلف المراكز والمدن خلال شهر أغسطس الحالي، بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافياً وذهنياً وتحسين وعيهم من الأفكار المتطرفة. أعلن قطاع الكهرباء في بني سويف عن فصل التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات عن عدد من المناطق بمدينة بني سويف، بتشمل المنطقة خلف خاتم المرسلين، شارع عبد السلام عارف ومنطقة مركز المؤتمرات والأثار وجزء من منطقة مستشفى التأمين الصحي، وده اليوم السبت اعتباراً من الساعة 8 وحتى 11 صباحاً لعمل صيانة بمغذيات خاتم المرسلين والإيمان. شهدت محافظة الوادي الجديد تدشين قافلة إغاثة متكاملة لمساندة الأهالي وتخفيف الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة والسيول بقرى الأربعين بمركز باريس، وبتشتمل على 509 مرتبة و500 ملاية و500 بطانية و500 حقيبة نظافة شخصية و500 حصيرة و400 سلة غذائية. أطلقت مديرية الصحة في دمياط خلال يومين قافلة طبية بقرية الكشف الجديد بمركز الزرقاء، تضمنت 11 عيادة متنقلة في 9 تخصصات طبية، تردد عليها 1301 مواطن وتم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان، وتم تحويل 4 حالات لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة وتقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر في إطار مبادرة افحص واطمن. شهدت محافظة كفر الشيخ افتتاح 3 مساجد بمديرية الأوقاف بكفر الشيخ في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشييدها ومواكبة الجمهورية الجديدة ونشر الفكر الوسطي المستنير وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين. أعلنت محافظة المنيا أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة 100 يوم صحة بالمحافظة بلغ 102,000 من مختلف القرى والنجوع خلال 5 أيام، والحملة موجودة في كافة مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلاً عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع وتستهدف جميع فئات المجتمع وكافة الأعمار.